لأن ربنا أوجد في داخل الدماغ إشي اسمه فنتريكل. هذا الفنتريكل بثر السائل اسمه CSF Cerebral Spinal Fluid مدى الحياة، بيطلع من فتحتين، فتحة اكتشفها عالم اسمه مونرو، فتحة اكتشفها عالم اسمه ماجندي، وهذول الفتحتين تسمى بأساميهم. وهذا السائل يحيط الدماغ، لما يحيط الدماغ بصير وزن الدماغ 50 جرام زي السفينة اللي حملها البحر، من 2 كيلو ل50 جرام. والشيء الثاني، لولا هذا السائل اللي بحيط الدماغ كل واحد فيكم بيضرب بريك دماغه بتهتك، فهذا السائل بيعمل كوشن اوف ووتر تو بروتكت يور برين. هذه النطفة تنمو وتصبح جسد. طيب هذا الجسد من وين اجى؟ من المواد العضوية اللي تاكل الام. المواد العضوية ايش هي؟ نبات وحيوان. نبات وحيوان نتغذى من المواد العضوية الموجودة في التربة. هذه المواد العضوية الموجودة في التربة فيها 16 عنصر. هذول ال 16 عنصر موجودة في أجسادنا بنفس النسبة اللي موجودة في التراب، نفس النسبة. ولهذا قال تعالى: منها التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الكون جعل هناك في هذا الكون تسخير غير مشروط وتسخير مشروط. شو يعني تسخير غير مشروط؟ الأشياء اللي هي مسؤول عنها لأجل مقومات الحياة. مقومات الحياة، ما هي مقومات الحياة؟ ماء وهواء وطعام، هذه ربنا هو مسؤول عنها فسماها تسخير غير مشروط. الشمس بتبخر الماء الموجود في المحيطات، بيطلع فوق بصل لدرجة حرارة 70 تحت الصفر، بتحول لماء، بتجمع على ذرات الهباء، بصير سحب. رب سبحانه وتعالى يقول: الله الذي يرسل السحابة فتذيبه، يرسل الرياح فتذيب سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم يجعله كسفا فترى الودق له المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. حقيقة كيف بدأت هذه المحاضرات؟ كنت أنا بشاهد في برنامج بلا حدود بقدمه أحمد منصور يوم الأربعاء، وكان في عالم أمريكي متخصص في البكتيريا والفيروسز وبيحكي عن أنفلونزا الخنازير. بقول هذا الطعم اللي عاملينه عشان H1N1 ما بيستفيدوا منه إلا غير أصحاب الأدوية، بيستفيدوا بالملايين. يعني المصريين السنة هذه ولا واحد مصري قبل طعن ابنه، هذا حكي مع مرفوع، خايفين من مضاعفاته. وقال إنه هاي المطاعيم ما فيش منها فائدة تطلق على مجرى إنفلونزا الخنازير. قال الشيء الوحيد الذي يمنع إنفلونزا الخنازير إنه يدب في الجسم إنك تشرب مياه قاعدية. لأن المياه القاعدية لا يمكن للبكتيريا والفيروس تتكاثر فيها، بتموت. فإذا المياه القاعدية بالحرف الواحد إنها بتحمي جسمك من الفيروس والبكتيريا بتاعت إنفلونزا الخنازير. إذا ما فيش عندك مياه قاعدية، حط لك بيكربونات الصوديوم في كوباية مية واشربها، بصير المياه قاعدية. لذلك وجدوا إنه مياه زمزم قاعدي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مياه زمزم لما شرب له. فالمياه القاعدية ببساطة موجودة في مياه عدن، ومياه عدن موجودة في الجزء الشمالي من الأردن، والجزء الشمالي من الأردن قريب على سوريا كيلومتر. نفس مصدر مياه بقين، لأنه التي دي اس بتاع مياه عدن نفس المياه 185 تي دي اس بتاعها، اللي هي توتال ديزولف سوليبلز، نفسها بالضبط، والبي اتش بتاعها 8.4. فالمياه المعدنية بتاعة عدن، أنا أنصح لكل واحد أراد أن يحافظ على صحته، وكمان ما بتأثرش على يعني على شو اسمه تحميك من السرطان، يعني المياه القاعدية. مساء الخير، أنا نجوى حبيبي.
عندي سؤال أول شيء للمية، ثاني سؤال عشان بعد ما معك دكتور. بالنسبة لمعالجة المية بالبيت، هل يكفي مية الحنفية نستعمل الأوزون مثلا؟ لأنه يقال إنه معالجة المية بالبيت بالأوزون. هلا نقدر نجيب الماء لأنه ما في مية معدنية بالبيت، مثل ما قالوا هلا الأخوان بالشركة إنه هاي المي المعدنية بتكون بأماكن فيها آبار فيها مي معدنية، فهيدي الميزة الجيدة للعالم. بس على صعيد البيوت شو السيستم اللي لازم واحد يتبعه أسلم وأبسط سيستم مشان ما نعلق بالدعاية الجنين والأجهزة اللي عم تعمل؟ مثل ما شفنا قديش منخفضة نوعية المي بالبيوت إلى جانب إنه خلوها من الأملاح المفيدة للجسم. فإذا اعتمدنا فقط حماية الحنفية ونقلناها يمكن من بعض الجراثيم أو الميكروبات أو شيء، هل يكفي نعالجها بالأوزون بكون الوضع سليم؟ هذا سؤال الدكتور مفيد، بعدين للدكتور سؤال الثاني. اوكي، شكرا على سؤالك. بالنسبة لمياه الحنفية في الأردن هي مياه آمنة ومطابقة للمواصفات المحلية والدولية من وجهة نظري. ومياه الأردن هي موجودة أيضا من مصادر قريبة من مصادر المياه المعبأة سواء كانت المعدنية أو غير المعدنية، بمعنى أنه النوعية فيه نوعية متقاربة، لكن يبقى مدى ثقة المواطن أو الشخص اللي مستقبل لمياه الحنفية، هل إنه يثق هل إنها نظيفة أو غير نظيفة. حقيقة الأردن إحنا بنستخدم طريقة الكلور لعمل تطهير للمياه، هذه الطريقة المعتمدة عندنا ويعني نتائجها هي نتائج جيدة جدا وما فيش فيها خوف. الآن إضافة طريقة أخرى كالأوزون أو تركيب من هذه اللمبات، ممكن تكون اليو في لامب يسموها، ممكن تكون يعني طريقة تأكيدية على أنه المياه أثناء تخزينها، لأنه إحنا في الأردن نحتاج للخزانات فوق بيوتنا لأنه مش كل يوم تيجينا الماء، فممكن أنها تعرضت بطريقة أو بأخرى لملوث معين، ممكن أنها تكون يعني طريقة جيدة وتعفينا من أي تلوث ممكن تحصل له المياه. أما طرق المعالجة الأخرى هي حقيقة بالعشرات موجودة، ولكن تبقى مدى قناعة المستهلك للمياه. في سؤال ثاني لك؟ سؤال الثاني عادة حسب ما نحن بنعرف انه كل ما بتزيد حموضة الدم كل ما الانسان بكون معرض اكثر للامراض. بالنسبة لهشاشة العظام لما بتزيد حموضة بالنسبة لهشاشة العظام دكتور يسمعنا، لانه كان موضوع المحاضرة اليوم، فبحب اسمع منك شيء انه نحن هون لما بنحافظ على قاعدية الدم فبدل الكالسيوم بالعظام، كل ما بتزيد الحموضة معناتها الإنسان عم يخسر من العظم للدم، فبالتالي عم بيأثر لهشاشة العظام، ما هيك؟ شوف، هشاشة العظام بتدخل فيها عوامل كثيرة جدا. احكي لنا كيف؟ شوف لك في غدة اسمها غدة الباراثايرويد جلاند، موجودة هاي فوق الغدة الدرقية. هذه بتنظم عملية الكالسيوم والفوسفور. هاي الغدة نفسها. يعني هي مسؤولة عن التنظيم، ولكن لما الأم تحمل 9 أولاد عمالها تعطي كل واحد من عظمها لإبلادها، فبصير عندها هشاشة في العظام. ولهذا قال تعالى حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف على ضعف، فويل لمن عصى أمه، لأن كل واحد بينحت من عظام أمه. وبعدين في هرمون اسمه الاستروجين، هذا مسؤول عن الهشاشة بتاع العظام. ولهذا لما تصل المرأة سن الياس المبيض يبطل يفرز الاستروجين، فبتلاقي عمالهم بعطوها استروجين الدكاترة من برا. الاستروجين هذا اللي بعطوه من برا وجدوا انه ممكن يعمل سرطان للثدي. يعني ولهذا المسألة كلها معقدة. الدكاترة شو بعطوا؟ بعطوا كالسيوم كربونات وبعطوا هرمون اسمه ليديال منشان يخلي العظم يرد يكبر مرة ثانية. لأنه أوسخ شيء في هشاشة العظام
انك بتنكسي ومعك خبر. يعني وانت ماشي تنكسي وبعدين تقع. تبقى العظم هش بشكل رهيب. بس نوه لشغل. لما قلت أنيت الكولا بدها 30 كاسة مي لتشيل محمودة من الجسم. قلت 30 كاسة مي لتشيل أثر الحموضة على الجسم من أمينة كولا. وإذا نحن شفنا النظام الغذائي عند أولادنا وعندنا أو بيكثروا من أكل اللحم وكذا وهيك، فأنا بدي أقول إنه هون في فرصة للعلاج بالماء، وهذا الماء اللي هو قاعدة بيساعد حموضة الدم وحموضة الجسم. فلازم ننتبه لهذا الموضوع لنعطي فرصة لأجسامنا تتوازن مشان الـ pH تبع الجسم يتوازن. فهذا موضوع خطير ومهم جدا. وأنا بدي أقول إثني أشكركم طبعا، بس أنا بدي أقولها بطريقتي، معلش اسمحوا لي المحاضرين، إنه على الناس اللي موجودين أن يدخلوا هذه المياه لبيوتهم. أنا ما قلتش خاص، أنا ضايفة زي زيكم، بس معظم أمراضنا عم تجي بسبب ارتفاع نسبة الحموضة بالدم من وراء طرق الأكل اللي بناكلها. فعلينا العودة للمياه الكويسة لبيوتنا ونشربها على الريق على معدة فاضي وليس مع الطعام، مشان تاخد دورة بالجسم. وثانيا الشوربة والشاي والقهوة ليس بالماء، فعلينا بالماء الصحيح والماء بحرارته الطبيعية وليس البارد، لنحتل جسمنا، لأنه إذا جسمنا 70% ماء علينا أن نأخذ هذا الماء لجسمنا. شكرا لك. شكرا لك. قاعدك مكاننا هون يعني. لازم الشيء. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا للحضور جميعا. شكرا للدكتور فؤاد حسن، أتحفنا حقيقة بالحقائق والإلقاء كمان، أتحفنا صحيح حقيقة اليوم. نشكركم جدا على حضوركم، ونتمنى أنه احنا بسلسلة ندوات إن شاء الله مستمرة بهالموضوع، بموضوع التثقيف الصحي في موضوع المياه. شكرا جزيلا.